الله الرحمن الرحيم. حصة الأحياء لطلبة الصف العاشر اليوم إن شاء الله يا عشر رح ناخذ عن القبيلة الأخيرة من قبائل اللافقاريات وهي قبيلة شوكيات الجلد. نلاحظ من هذا الشكل أن هذه القبيلة تقسم إلى ثلاثة مجموعات، هي النجميات مثل نجم البحر، القنفذيات مثل قنفذ البحر، والخياريات مثل خيار البحر. فنلاحظ أن هذه القبيلة هي قبيلة بمعظمها بتكون مائية. الآن الذي تمتاز قبيلة شوكيات الجلد يا عاشر بأنها حيوانات حقيقية التجويف. إذا شوكيات الجلد هي عبارة عن حيوانات حقيقية التجويف. الآن لمعرفة تركيب العام لنجم البحر سننظر إلى الشكل الموجود هنا. نلاحظ من خلال هذا الشكل أن الفم في نجم البحر يوجد في الجهة البطنية، الفم يوجد في الجهة البطنية. نلاحظ أيضا أنه نجم البحر من خلال هذه الصورة يحتوي على نظام وعائي مائي. هذا النظام الوعائي المائي يتكون من المصفاة، يتكون أيضا من قناة حلقية سميت بهذا الاسم لأنها تشبه الحلقة فمسميها قناة حلقية. هذه القناة الحلقية يتفرع منها قنوات شعاعية، وهذه القنوات الشعاعية بتمتد على كل ذراع من أذرع هذا الحيوان، وفي النهاية تتصل هذه القنوات الشعاعية بأقدام أنبوبية. هذه الأقدام الأنبوبية التي نلاحظها في هذا الشكل يستعملها الحيوان للحركة والتقاط الغذاء وتبادل الغازات. إذا القدم الأنبوبية لها ثلاثة وظائف: الحركة، التقاط الغذاء، وتبادل الغازات. نعود الآن إلى الفقرة في الأعلى للتعرف إلى تركيب العام لنجم البحر. نبدأ في الجهاز الهضمي. زي ما حكينا يا عاشر الجهاز الهضمي في نجم البحر يبدأ من فتحة الفم. فتحة الفم في نجم البحر موجودة على الجهة البطنية، إذا فتحة الفم توجد على الجهة البطنية. ينتهي جهازي الهضمي بفتحة الشرج، وفتحة الشرج توجد على الجهة الظهرية من جسمه. الآن أيضا نجم البحر يحتوي على جهاز عصبي. مما يتكون الجهاز العصبي في نجم البحر؟ يتكون من حلقة عصبية يتفرع منها حبل عصبي يمتد في كل ذراع من أذرعه. إذا في عندنا حلقة عصبية، هذه الحلقة العصبية يتفرع منها حبل عصبي، هذا الحبل العصبي بيكون موصول في كل ذراع من أذرع نجم البحر. تتكاثر نجوم البحر جنسيا، يعني تحتوي على جاميتات ذكرية وجاميتات أنثوية. الآن حكينا اللي بيميز هذه شوكيات الجلد بما فيها نجم البحر منها بتحتوي على نظام وعائي. فكما نلاحظ النظام الوعائي زي ما حكينا مكون من مصفاة موجودة على الجزء العلوي من الجسم، هذه المصفاة بتدفق منها الماء خلال القناة الحلقية التي تحيط بالفم. بعدين القناة الحلقية بتتفرع لقنوات شعاعية، كل قناة شعاعية بتدخل على كل ذراع من أذرع الحيوان، تتصل هذه القنوات بالأقدام الأنبوبية. الآن زي ما حكينا ما فائدة، لما ينطرح السؤال ما فائدة الأقدام الأنبوبية، رح يكون الإجابة يا عاشر هذه الأقدام الأنبوبية تستخدم للحركة، تستخدم لالتقاط الغذاء، وتستخدم أيضا لتبادل الغازات. إذا في عندي ثلاثة استخدامات أو فوائد لهذه الأقدام الأنبوبية. هيك بنكون تعرفنا إلى التركيب العام لنجم البحر وقبيلة الشوكيات. ننتقل الآن بشكل سريع للإجابة عن أسئلة مراجعة الدرس صفحة 44. السؤال الأول: أوضح كيف يتغذى حيوان الإسفنج. كما ذكرنا سابقا يا عاشر حيوان الإسفنج أو الإسفنجيات بشكل عام تتغذى بالعوالق النباتية والحيوانية. حركة الأصوات الموجودة في الخلايا الدورقية المبطنة لتجويف الإسفنج تسبب هذه الحركة تيار مائي، فيدخل الماء عبر الثقوب الموجودة في جسم الإسفنج إلى داخل تجويف الإسفنج. بتم احتجاز هذه العوالق في الخلايا الدورقية التي تبتلعها. إذا الخلايا الدورقية راح تبتلع العوالق النباتية والحيوانية، تقوم بعملية هضمها، بعدين تقوم الخلايا الأميبية بتوزيعها، يعني توزع هذا الغذاء المهضوم على بقية خلايا الجسم. نواتج عملية الهضم من الفضلات بتم التخلص منها بخاصية الانتشار عن طريق أغشية الجلد. السؤال الثاني: أبين وظيفة الأجزاء الآتية.
الجزء الأول الأشواك في حيوان الإسفنج. الأشواك في حيوان الإسفنج 10 توفر الدعم لجسم الحيوان وتتخذها بعض الإسفنجيات كوسيلة للدفاع والتصدي لهجوم بعض الحيوانات المفترسة. الخلايا الأميبية في حيوان الإسفنج، طبعاً حيوان الإسفنج يحتوي على العديد من الخلايا الأميبية. هذه الخلايا الأميبية تقوم بوظائف متنوعة عفواً، بعضها بقوم بتخزين الغذاء، بعضها بكمل عملية الهضم، وبعضها يقوم بتوزيع الغذاء المهضوم على الخلايا المكونة لجسم الإسفنج. إضافة إلى ذلك أن هذه الخلايا الأميبية بعضها يقوم بتكوين الجاميتات الذكرية والمؤنثة والضرورية لعملية التكاثر الجنسي، إنتاج الأشواك اللي حكينا بتعملها كحماية، بتوفر لها الحماية، وتساهم أيضا في تكوين البراعم في أثناء عملية التكاثر اللاجنسي. الخلايا اللاسعة في الهايدرا، طبعا الخلايا اللاسعة جميع هذه الخلايا اللاسعة بتكون موجودة حول الفم وعلى اللوامس، فلما تقترب الفريسة من جسم الحيوان اللاسع تنطلق الخلايا اللاسعة فبتحقن سم في جسم الفريسة. هذا السم يعمل على شل حركة الفريسة فبساعدها على التقاط الغذاء يعني وتناول الغذاء. دال النفريدات في الحلقيات مثل دودة الأرض، طبعا هذا السؤال من الأسئلة جدا مهمة يا تاسع. الآن النفريدات، ما وظيفة النفريدات؟ زي ما حكينا النفريدات تقوم بتخليص الحيوان من الفضلات النيتروجينية، إذا تساعد على تخليص أجسام الحلقيات من الفضلات النيتروجينية. الرئة الكتبية في العنكبيات، طبعا الرئة تستخدم لتبادل الغازات. النظام الوعائي المائي في نجم البحر، النظام الوعائي الذي تحدثنا عنه قبل قليل له وظائف عدة مثل الحركة ونقل الغذاء والفضلات والتبادل الغازي. السؤال الثالث، عثر أحد الطلبة في أثناء تجوالي في حديقة المدرسة على حيوان مفصلي تظهر صورته جانبا، إلى أي مجموعة المفصليات ينتمي هذا الحيوان؟ وأفسر إجابتي. نلاحظ من هذا الشكل أن جسم هذا الحيوان يتكون من عدة أجزاء، فهو ينتمي إلى مجموعة عديديات الأرجل. نلاحظ أنه في عنده عدد كبير من الأرجل، فهو أكيد ينتمي إلى عديديات الأرجل. كمان نلاحظ أنه في عنده أكثر من زوج من الأرجل في هذه القطعة، وهذا يعني أنه الحيوان من ذوات الألف قدم. السؤال الرابع، طبعا هو كمان أيضا من الأسئلة المهمة، أدون أسماء الأجزاء المرقمة في هذا الشكل. رقم واحد الموجود في الجهة الظهرية هي فتحة الشرج، رقم اثنين هي عبارة عن المعدة، رقم ثلاثة هي عبارة عن القناة الشعاعية، قناة شعاعية، رقم أربعة هي عبارة عن قدم أنبوبية، أما رقم خمسة فهذه الغدد الموجودة هنا هي غدة هضمية تساعد على هضم الطعام، إذا غدة هضمية. نكمل الآن يا عاشر بالدرس التاسع ونبدأ في الفقاريات للتعرف إلى خصائص الفقاريات. طبعا لما نحكي عن الفقاريات طبعا فأنا بحكي عن كائنات حية تمتلك عمود فقري، عشان هيك سميناها الفقاريات. نلاحظ انه الفقاريات وهي الفكرة الرئيسية من درسنا انها تختلف في بعض خصائصها التركيبية والمظهرية، وما دام انها بتختلف في الخصائص التركيبية والمظهرية اذا هي مقسمة الى مجموعات. الآن الشيء الذي المشترك في جميع الفقاريات يا عاشر، جميع الفقاريات تنتمي إلى قبيلة الحبليات، يعني تحتوي على الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي، فجميع الفقاريات تحتوي على الحبليات. لمعرفة الخصائص الفقاريات ننظر إلى الشكل 46 حيث يوضح تراكيب الحبليات في مراحلها الجنينية الأولى. هذه الحبليات وهي جنين، لسه كانت جنين يعني موجودة في الرحم. الآن طبعا في الرحم أو في يعني سواء كانت عند الكائنات الحية التي تتكاثر بالبيوض أو الكائنات الحية التي تتكاثر بالولادة، هذا هو التركيب العام للحبليات أي التي تحتوي على الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي. نلاحظ أنه هذا الشكل زي ما حكينا يوضح تراكيب الحبليات في مراحلها الجنينية الأولى.
نلاحظ انه الاجزاء التي تشترك فيها تشترك في الحبل العصبي الظهري، تشترك في الحبل الظهري، وتشترك ايضا في الجيوب البلعومية. فنلاحظ من هذه الصورة يا عاشر ان الحبل العصبي الظهري يتكون منه الجهاز العصبي المركزي وهو الدماغ والنخاع الشوكي. يعني هو جنين بيتكون عندنا الحبل العصبي الظهري في البداية، من هذا الحبل العصبي الظهري يتكون الدماغ والنخاع الشوكي. ايضا تحتوي على الحبل الظهري، هذا الحبل هو عبارة عن حبل مرن يقع بين القناة الهضمية والحبل العصبي، وهو يوفر الدعامة للجسم في المراحل الجنينية الاولى، وتتكون منه في الفقاريات الأقراص الموجودة بين الفقرات العمود الفقري. إذا هذا الحبل الظهري سبحان الله نلاحظ أنه موجود بين الحبل العصبي الظهري والقناة الهضمية. هذا الحبل الظهري له وظيفة، ما وظيفته؟ يوفر الدعامة للجسم في المراحل الجنينية الأولى، وفيما بعد هذا الحبل الظهري راح يتحول الى الفقرات راح تتكون منه الاقراص الموجوده بين فقرات العمود الفقري. التركيب الثالث الذي تشترك فيه هي الجيوب البلعوميه، فنلاحظ انها مكونه من الشقوق الخيشوميه في الفقاريات التي تعيش في الماء، اما في فقاريات اليابسه فانه يتحول الى تراكيب اخرى في الراس والرقبه مثل بعض اجزاء الاذن. يعني سبحان الله هذه الجيوب البلعوميه اذا كانت موجوده عند حيوان فقاري مائي بتحول الى خيشوم، اذا تتكون منه الشقوق الخيشوميه. اما اذا كان هذا الجيوب البلعوميه موجوده عند احدى فقاريات التي تعيش على اليابسه فانه يتحول الى تراكيب اخرى في الراس والرقبه، وممكن يعطيني بعض اجزاء الاذن. اذا هذا هو التركيب العام الذي تشترك فيه جميع الفقاريات. وما ننسى انها سميناها بالحبليات لانها تحتوي على الحبل الظهري الذي يتحول الى الاقراص الموجوده بين فقرات العمود الفقري. ننتقل الان الى التحقق يا عاشر، ما الخصائص التركيبيه التي تميز المراحل الجنينيه الاولى في الحبليات؟ الخصائص التركيبيه زي ما حكينا، 1 الحبل العصبي الظهري، 2 الحبل الظهري عشان هيك سميناها حبليات، 3 الجيوب البلعوميه. الآن في صفحة 46 نلاحظ يا عاشر كيف يتم تصنيف الفقاريات من خلال قدرتها على ضبط درجة حرارة أجسامها. فتقسم الفقاريات حسب قدرتها على ضبط درجة الحرارة، هي حسب قدرتها على ضبط درجة الحرارة، إلى إما قد تكون متغيرة درجة الحرارة أو ثابتة درجة الحرارة. متغير درجة حرارة يعني جسمها بتتغير درجة حرارته حسب درجة المحيط اللي فيه، فإذا صار في ارتفاع في الحرارة في حرارة البيئة المحيطة فيها بترتفع درجة حرارة جسمها، إذا صار في انخفاض في درجة حرارة البيئة المحيطة فيها تنخفض درجة حرارة جسمها. أما الثابتة فهي بتكون درجة حرارتها دائما ثابتة ما بتتأثر في البيئة الخارجية، فهي دائما لازم تكون ثابتة، ارتفاعها أو انخفاضها بشكل خطر على الكائنات الحية. ما هي الكائنات الفقارية متغيرة درجة الحرارة؟ نلاحظ هي الأسماك الغضروفية، الأسماك العظمية، طبعا في فرق بين الغضروف والعظم وراح نتطرق له لما ندرس هذه القبائل قبيلة قبيلة، عندنا البرمائيات والزواحف. إذا هذه الكائنات الأربعة هي متغيرة درجة الحرارة، الأسماك الغضروفية والعظمية، البرمائيات والزواحف. أما ثابتة درجة الحرارة فهي الطيور والثدييات اللي منها الإنسان، فإحنا بنعرف إنه درجة حرارة جسم الإنسان هي 37 درجة تقريبا، ممكن تكون أقل بنص درجة أو أعلى بنص درجة، ولكن انخفاضها عن الحد المسموح فيه بشكل خطورة على جسم الإنسان، وارتفاعها عن الحد المقبول أيضا يسبب ضرر كبير على جسم الإنسان وقد يؤدي إلى الوفاة. الآن أيضاً راح نتعرف على تصنيف آخر من تصنيف الفقاريات، فنلاحظ أن الفقاريات يا عاشر تقسم إلى نوعين، فوق صف اللافكيات وفوق صف الفكيات. إذا في عندنا اللافكيات والفكيات، وهذه الصفوف تشتمل عدة، يعني بيشتمل عدة صفوف، تمام؟ بشكل سريع راح نتعرف على النوع الأول وهو فوق صف اللافكيات. الآن ما هي اللافكيات؟ اللافكيات يا عاشر هي عبارة عن حيوانات أجسامها أسطوانية مزودة بزعانف ظهرية وذيلية، يكون الهيكل فيها هيكل غضروفي
ولا تمتلك فكوك، عشان سميناها لا فكيات يعني ما عندها فكوك. اذا هي عبارة عن حيوانات جسمها اسطواني، لها زعانف ظهرية وذيلية، هيكلها غضروفي، لا تمتلك فكيات. من الامثلة عليها الجلكي. ما هو الجلكي؟ نلاحظ هذه الصورة، هذه الصورة توضح الجلكي، وهو فقاري من نوع اللافكيات، صف من فوق صف اللافكيات. هذا الجلكي يتنفس عن طريق الخياشيم، يتكاثر تكاثرا جنسيا، يعني بيحتوي على جامدات ذكرية وأنثوية. كيف يتغذى؟ يتغذى عن طريق الامتصاص، يعني بيمتص الدم والسوائل من جسم الحيوان الذي يتطفل عليه، فما عنده أسنان تهضم الغذاء، فبتغذى على الامتصاص، يمتص الدم والسوائل من جسم الحيوان الذي يتطفل عليه. قبل ما ننهي عاشر، ضروري نعرف إنه الجلكي هو حيوان بيستطيع أنه يثبت نفسه بجسم الفريسة، يحتوي على أسنان ولكن ليس الأسنان قوية بشكل كبير، فهي أسنان قرنية، ويحتوي على لسان وهو لسان غضروفي. اللعاب الموجود في حيوان الجلكي بيحتوي على مادة، هذه المادة تمنع تخثر الدم، فهذا بيساعده على امتصاص الدم والسوائل من جسم الحيوان الذي يتطفل عليه. الحصة الجاية إن شاء الله تعالى رح نتعرف على فوق صف الفكيات. يعطيكم العافية.